جنيات ألف دينا. نحن فريق وينكس نورنا يملأ كل الطرقات. فريق وينكس انقسمت الوينكس لمجموعتين، إحداهما للبحث عن مات في باريس، وعلى سطح نوتردام تعرضت ميوسا لهجوم من بانشي عدواتها. في نفس الوقت مجموعة عالم الأحلام كانت تنقذ التمساح الاستوائي، ولكن تعرضنا لمأزق خطير. حوريات البحر على الأرض. لم تتغلبي علي بعد. من الطين. عائشة تستخدم قوتها للسيطرة على السوائل. عائشة. وأخيراً اجتمع الشقيقان. اهدأ، لا تحتاج لهذا الغضب. نحن لم نزلن أخاك في قفص، الملكة فعلت ذلك. حان الوقت لنسيان الماضي ووضع المشاكل الشخصية وراءنا. جميعاً بنفس الفريق الآن، متحدون ضد الملكة. سعيد لإدراككما ذلك. والآن انضم حليفان جديدان ضد عدونا المشترك. تبدو بداية رائعة. حسناً، لنعود الآن للأرض. علينا أن نجد ابن بيتر بان. أنتن تطاردن حلماً مستحيلاً، ولكن عالم الأحلام على المحك الآن. عندما ترى الملكة مات ستعود لطبيعتها الطيبة كما كانت. أنت محقة، ولكن لا نعرف أين يوجد هذا الصبي. أيمكننا الانضمام للحفل؟ بلوم، ستيلا. وجدتها. تأثير اللحن المتناغم. Thank you.
لقد انتهى الأمر. أوه. أين ذهبت الجنية السيئة؟ اختفت. ماذا حدث؟ كنت أعلم أنه أنت. شكراً للهبوط الرائع يا فلورا. لنعثر على مات الآن. وينكس، عالم الأحلام يحتاج لمساعدتكن مجدداً. رائع، مهمة جديدة. الملكة حولت بحيرة حورية البحر لمكان مظلم وعدائي. نجت ثلاث حوريات بحر. وجدنا ملجأً في المدينة الآن. إنهن قادرات على اتخاذ الشكل البشري لجذب الناس للمرح. لا يمكن للأرض إيواؤهن. يجب أن نعيدهن في أقرب وقت. لدي فكرة، الآن ثقن بي. بلوم وميوسا هزمتا عدوتيهما، ولكن ستيلا لن تكون بحظهما. بالتأكيد لن تكون يا مولاتي. الآن يجب علي العثور على نقطة ضعفها. نقطة ضعفها، إنها دائماً إيجابية، متفائلة، مليئة بالطاقة. ويبدو أن لديها صفات جيدة، أليس كذلك؟ سأريكن كيف تفكر وتتحرك الحوريات. سنعرف أين يختبئن ونعثر عليهن. لنفعل ذلك من داخل سيارتنا لتجنب تجمهر المعجبين. هذا مستحيل. سنختبئ في الحشد ونتجنب الملاحظة. مستعدات للتخفي؟ الحوريات تردن لفت الانتباه لنبحث عن فتيات لا يمكن ألا يلاحظن. ملابس ذكية، أنيقة، وتشد الانتباه. هؤلاء قد يكن هدفنا. حورية البحر لن تبتعد عن المياه هكذا. جميلات ومبتهجات، وجدناهن. قد تكونين محقة يا فلورا. لا، أزعجتها المياه. كنت أعتقد ذلك. بماذا تهتم حورية البحر يا ستيلا؟ الجاذبية والسحر والإشادة. يذكرني هذا بشخص ما. كل شيء جديد وجميل هنا، ليس كالبحيرة. بنات، أظننا وجدناهن. خذي. انضموا إلينا. لن يسمحوا لنا بالمرور. هل أنت بخير؟ لقد تمكنوا منك. مهلا أنتون. لا يمكنكن البقاء هناك. اخرجنا من المياه. ما الذي يحدث؟ إلى أين ذهبت؟ حوريات البحر تستخدمن المياه كوسيلة تنقل. إنهن في حفل، لكن أين؟
فكري فكري فكري. أتذهبن لحفل حوض الاستحمام؟ كلها هكذا فسنمرح. يجب أن نعثر على الحريات ونخرج من هنا. هناك الكثير من الناس والموسيقى سيئة. إذن لننقسم. أنا جائعة قليلا. هذا لن تأكل كل هذه الأشياء. لبيب، أعشق عصير الفراولة. ستجدينه على الطاولة، يوجد الكثير. أقول أنا أعشق عصير الفراولة. تفضلي، جلبته لأجلك. أيمكنني الانضمام؟ لا أعثر على صديقاتي، ويبدو أنكن تستمتعن هنا. صوتك خشن جدا، لقد اخترق طبلة أذني. مع هذه الموسيقى العالية علي الصراخ لتسمعن. أتمنى لو كانت الموسيقى أعلى، عندها لن نضطر لسماعك. إذن لنتوقف عن الحديث وهيا بنا نرقص. نرقص؟ معك أنت؟ هل نظرت إلى ملابسك في المرآة؟ هل نظرت إلى ملابسك جيداً؟ وهذا الحذاء دون ذكر شعرك بشع. أردت تناول الغداء معكما. هل أنت حمقاء؟ بالتأكيد لا نريد التسكع مع حمقاء مثلك. أخيراً نقطة ضعفك. ستيلا، أكل شيء بخير. لقد وجدتهن هناك. أين ذهبن؟ ها هن. ماذا سنفعل الآن؟ لا يمكننا الاقتراب من هن. سأصلح الأمر. لا، إنها تمطر. لنعد للمنزل، لقد انتهى الحظ. هذا ليس صحيحا، الحفل بدأ للتو. إنها محقة، فهذا حفل حوض الاستحمام. الجميع إلى الحوض لنسبح معا.
يبدو أننا أزدنا الوضع سوءاً. ليست غلطتك، سيطرة هؤلاء الثلاثة قوية جداً. مهلاً، ليس سيئاً على الإطلاق. كان غوصاً جيداً حقاً، أحسنتِ. إنها فكرة رائعة. هل فقدوا عقولهم؟ علينا التصرف قبل أن يتأذى أحد. هذه الموسيقى ليست لطيفة، دعنا نحمس هذا الحفل قليلاً، اتفقنا؟ لنحمس هذا الحفل. ستحدث صدمة كهربائية إذا لم نتصرف الآن. المقاومة وقتاً أطول. فلنخرج الجميع من حوض السباحة على الفور. نعم، ولكن كيف؟ إنهم تحت سيطرة حوريات البحر، لن يستمعوا إلينا. أتيا هنا للمساعدة. أوه لا، جاء مخرب الحافي. إنهما يفسدان حفلنا. في الوقت المناسب. هيا بنا وراءهن. شكراً لمساعدتكما. هيا هيا. إنهن جنيات، الملكة أرسلتهن لإعادتنا إلى البحيرة. أسرع لنذهب. أنتن مجنونات؟ أتحاولن الانتحار؟ أسفة. هاي، انظرنا أين كنت. شطيرة؟ الوحش! سوف أوقفهن. اذهبي وأخبري الملكة أننا لن نعود للبحيرة. أذيتك حلي. لن نستطيع الهرب من هنا.
أحببتمونا. شكراً. لم نقصد أن نسبب هذه المشاكل، كنا نظن كنا حليفات للملكة. نحن سنجد جيم ونقدم المساعدة كما اقترحتن. كلما اتحدنا سنتمكن من محاربة الملكة. شكراً على ما فعلتن من أجلنا. حسناً، والآن العودة للبحث عن مات. أنا سأحاول اعتراض صوته بقوة التتبع الصوتي، لكن أحتاج لصمت تام. سأعاود الاتصال بك. لقد وجدته. أنا مات، أنا لست في المنزل، يرجى ترك رسالة وسأعاود الاتصال بك. في الواقع وجدنا شقته وجهاز الرد على المكالمات. إذا كان مات شاباً منعزلاً ووحيداً فلن يكون العثور عليه أمراً سهلاً. عيش الإثارة.